إيساكو-سان، جدك يريد مقابلتك. حسناً، سعيدة لرؤيتك مجدداً. مرحباً إيساكو. يوجد بعض الكيك لك. إنه صديق جدي وزعيم عصابة تانوكي، وكان يعتني بي منذ كنت طفلة، بجانبه شخصاً لا أعرفه. إنه حفيدي، إنه في نفس عمرك. سررت بمقابلتك. أسمعي، ألديك حبيباً؟ ما الذي تتفوه به أيها الغبي؟ يبدو أنك شعبية يا إيساكو. لقد فاجأني هذا. أنا تانوكي ميكيو، سررت بلقائك. يبدو أنه من النوع الذي لا أجيد التعامل معه. أوي. كورومي. من الآن سيمكننا تقبيل بعضنا يومياً. إلى الأبد، قبلة مليئة بالسعادة. نقيم اليوم في منزل كاتسوكي حفلة الفتيات التي كنت أتطلع لها بشدة. بجدية كان هذا رائعاً حقاً. أريد أنا أيضاً الوقوع في مثل هذا الحب، وأن يحملني شخص وسيم ويقبلني هكذا. هل سبق وتم تقبيلكن؟ أجل مرة، عندما كنت أمتلك حبيباً في المدرسة الأعدادية. يا الحظك، عندما كنت في المدرسة الأعدادية. مذهل. ماذا عنك يا إيساكو؟ هل معنى أنك لا تعارضين أنه لا مانع إن فعلتها؟ لم أحظى بواحدة. بجدية؟ لقد كانت تفكر في شيء وهي الآن تحمر خجلاً. هل يعقل أنه أوتو؟ حقاً، لم أحظى بواحدة قبلاً. هكذا إذن، رغم أنكما بذاك القرب، هل فكرت قبلاً في مواعدته؟ فهو وسيم للغاية كما تعلمين. هو غريب بعض الشيء، لكنه وسيم للغاية. الأسبوع الماضي ذهبنا للمهرجان سوياً، وهو قال أنه موعد. كما توقعت، يوجد بينهما شيئاً ما. هل اعترف لك بحبه؟ لم يفعل. أنا لحد الآن لا أعلم ماذا يعتقد كيا بشأني، وأنا نادته باسمه الأول خائفة من معرفة حقيقة تفكيره بشأني. لقد نادته باسمه الأول في المدرسة أيضا. شعوره. هل تحبينه يا إيساكو؟ يجب عليك الأسرع والاعتراف له. لا أعتقد أن هذا الوقت المناسب. إذن حاولي اكتشاف طبيعة مشاعره نحوك. هذه هي أول مرة أخبر فيها أحداً عن مشاعري تجاه كيا، ويبدو أنني قد قلت الكثير من الأشياء المحرجة، لكن كان هذا ممتعاً. لقد عدت. هل استمتعتي؟ أجل، لقد شاهدنا فيلماً وتناولنا الوجبات الخفيفة، وأيضاً تح. ما معناها؟ تحدثنا عن أمور الحب. أمور الحب؟ بالطبع، كنت تستمعين فحسب يا إيساكو، صحيح؟ ما قصدك بالطبع؟ حسناً، الآن حديثكم عن الحب ذاك، هل كان عني؟ لم أفعل. لما أتحدث عن شخص مثلك؟ شخص مثلي؟
أهو يمزح أم هو جاد؟ ما هذا؟ أيهما؟ إذا حاولي اكتشاف طبيعة مشاعره نحوك. لماذا تسأل مثل هذا السؤال؟ ليس لسبب معين. هكذا إذن. لا أفهم. أنا حقاً لا يمكنني فهمك إياه. في كل مرة أفكر فيها أنه ربما يشعر بنفس شعوري. أنا أريد أن أقترب منه أكثر وأكثر. أعفو عني أرجوك. ألم يكن أنتم من بادئ هذا القتال؟ ماكيو سان، ما الذي تفعله؟ سوف توبخ من والدك مجدداً. لم يكن أنا من أفتعل القتال هذه المرة. صمتاً، بجدية، بسبب أفعالك أنا أيضاً يتم توبيخي. اختفى. يبدو أنه المكان الخطأ. من الرائع مقابلتك مرة أخرى. تانوكي؟ هذا صحيح. ميكيو، إيساكو زيك المدرسي لطيف جداً. يا لها من مصادفة. من الرائع مقابلتك مجدداً. شخص وسيم يتجدد. من أنت مجدداً؟ وسيم. كيا. أنت من العصابة. لكن لماذا ترتدي زياً مدرسياً؟ خذي وقتك يا إيساكو. أنا سوف أنتظرك خارج المحل. حسناً. عجوز من الياكوزا يلبس كأنه طالب ثانوية. الآن أنا قلباً وقالباً طالب ثانوية. هذه عملية احتيال جديدة؟ لأجل حماية إيساكو سان من الحشرات المزعجة أمثالك. أنا أرتدي كطالب ثانوية وأذهب معها إلى المدرسة. ككلب الحراسة. إذن هل ستكون عائلة سيناجاكي بخير وأنت الرجل الثاني فيها؟ أعطني ابنتك رجاء أيها الأب. من الأفضل لك أن تكون حذراً بما تنطق به أيها الطفل اللعين. كيا أسفل جعلك تنتا. والآن يجب علينا الذهاب، لذا أستأذن. ميكيو-سان! لقد كان هذا مخيفاً. لربما أكون وجدت وسيلة رائعة للغاية لتمضية الوقت. أسمع، لدي معروف أطلبه منك. اسمي تانوكي ميكيو. تشرفت بمعرفتكم. هذا وهم؟ إيساكو سان. هو ليس وهما. ما معنى هذا؟ ماذا تقصد؟ أنا أسألك عن السبب الذي دفعك لتنتقل لنفس المدرسة التي ندرس فيها. ظننت أنه سيكون من الممتع الذهاب معكما إلى نفس المدرسة. فلتجب بجدية رجاءً. كيا، أتركني، هذا محرج. إيساكو سان، ألديك معرفة سابقة بتانوكي؟ أجل، نحن في الحقيقة تانوكي هو أحد أقارن، أقصد والآن على وفاق، بل ليس والدانا، أقصد جدانا.
فلتبقي أمر عائلتي مخفياً. أنت في فريق فلنخفي الأمر إذن، أما أنا في فريق قل هذا في أي وقت. إن أمكن أريدك أن تبقي أمر عائلتك سراً أنت أيضاً. بالمناسبة ندعي أنا وإيساكو-سان أننا أصدقاء طفولة. هذا مضحك. ما الذي علي فعله يا ترى؟ أنا أرجوك، فأنا أخيراً قد استطعت تكوين صداقات مع بعض زملائي في الصف، ولا أريد خسارتها. لا أريد أن أعود لكوني وحيدة. لم أكن أعرف هذا، إنه يشبه الروايات. حسناً، لا أحد يعرف أي ميتة فظيعة قد يلقها، لذا أتفهم رغبتك في صنع بعض الذكريات السعيدة. فلتتوقف عن إخافتها. لك هذا، سأبقي الأمر سراً، ومقابل هذا فلنصبح على وفاق أنتما الأثنان. ما قصدك بنصبح على وفاق؟ بالطبع، أقصد أن نصبح أصدقاء. يا لها من مشكلة صعبة، موقفي لا يسمح لي بعصيانه كثيراً، لذا أنا سوف أحميك يا إيساكو-سان، وإن كان الأمر لا يعجبك فسوف أتخلص منه. لا داعي، لا تفعل شيئاً. والآن لنقرر ماذا سنفعل في المهرجان الثقافي. إن كان لأحد فكرة فعليه ألا يتردد في قولها. هو ممثل الصف. تانوكي، فلتخرس رجاءً. لم أرد أن أكون صديقته، لكن من الأفضل البقاء بجانبه لضمان عدم قوله لشيء غريب. أنا فلنقم بعمل مسرحية. مسرحية؟ تبدو شاقة للغاية. وستكون عن روميو وجوليت، وقد جهزنا النص سلفاً، سوف تساعدنا على تعميق صداقتنا. لنعمل بجد معاً ونكتب معاً الصفحة الأولى من ذكريات شبابنا. مسرحية إذن، تبدو ممتعة. أتمنى أن أكون خلف الكواليس. وبمناسبة هذا، قد يكون هذا سريعاً، لكن هيلعب أوتو دور روميو وستلعب سينجاكي دور جوليت. ماذا؟ أنت بالفعل تدربين صوتك. فكرنا بهذا من أجل الأثنان اللذان يترددان دائماً ولا يحرزان تقدماً. إنها خطة، دعهم يلعبون دور العشاق لكي تجر فهم المشاعر ويصبحوا هكذا حقاً. مأساة حب حيث يخاطرون بحياتهم. هي حتماً الشيء المثالي. أنا ليس لدي أي خبرة في التمثيل، لذا لا تقلقي، سنعوض هذا بالتدرب بجد. لا يوجد من يناسب لعب دور البطولة لهذه المسرحية أكثر منكما. ستقوم بفعلها صحيح؟ أجل، إن لم يكن لديكم مانع فأنا أقبل. لقد وافق بسهولة. هذان الاثنان مناسبان لهذا. سأريد مشاهدة هذا. سأبذل جهدي لأصل لتطلعاتكم. إذن ماذا تكون روميو وجولييت؟ لا تعرفها. روميو، أين أنت يا روميو؟ هذه الجملة إنها رواية رومانسية مشهورة للغاية من تأليف شكسبير. لقد فهمت رواية رومانسية إذن. هاي لدي اعتراض، أريد أنا أيضاً لعب دور روميو. لا، هذا مسار غير متوقع للأحداث. ما العمل؟ لا يمكنك دور روميو. لا، أنا هو روميو ولن أسلم لك جوليت. تقمص فجأة دور روميو رغم أنه لا يعرف شيئا عن القصة، لكن لكل طالب في الفصل له الحق في المشاركة، أليس كذلك؟ فهذا مهرجان الجميع الثقافي. ما الذي تخطط له؟ عن الطريق التمثيلي بأننا حبيبين، ربما أصير على وفاق أكثر مع إيساكو-سان. ماذا يكون هذا؟ مثلث حب؟ لنقرر الأمر بلعب حجر ورقة مقص. لك ما تريد. كيا، لا تخسر. عليك الفوز حتماً يا أوتو. حجر، ورقة، مقص. مرحى، أنا هو روميو.
فصلنا عمل مسرحية روميو وجوليت في المهرجان الثقافي مع بعض المفاجأة في طاقم التمثيل. ما أجملها تلك الأنسة. من أنت يا هذا؟ أريد منك تطهير يدي الخسيسة. لا يمكنك. كيا؟ ما الذي تفعله أيها الأب؟ مفرط الحماية. لا تلمس إيسا، جوليت بيدك الخسيسة هذه، هي تخصني. تبلت أنه ليس دورك، بالأضافة أنه لا يوجد نص كهذا. بالنسبة لمشهد قتالي مع روميو، أظن أن استخدام سيف حقيقي سيترك انطباعا أكبر. ومن أين يمكن أن نأتي بشيء كهذا؟ بإمكاني إحضار خاص. تعال معي قليلا. يا أنت، مشهد حب بينك وبين ميكيو، أنا حتما لن أسمح بهذا. ألم يحدث هذا لأنك خسرت في حجر ورقة مقص؟ لقد خسرت، لذا عليك تقبل الأمر وفكر فقط في كيفية إنجاح هذه المسرحية. هلا امتنعت عن ذكر كلمة خسرت في كل جملة؟ فلتعد إلى الصف. أعرف أن هذا ليس خطأ كيا، لكن أنا أيضاً أردت لعب دور العشاق مع كيا. إيساكو-سان، نحن أسفان على حدوث مثل هذا الشيء. في الحقيقة جئنا بفكرة المسرحية لجعل الأمور تتحرك بينك وبين أوتو، لكن اتخذت الأمر اتجاهاً لم نتوقع. هذا ما حصل. إذن فعل هذا ليساعداني. شكراً لكما، هذه فرصتي لأجرب فعل شيء جديد، لذا سأبذل كل جهدي. روميو، روميو، أين يمكن أن تكون؟ ما رأيكم؟ يا له من أداء عادي. أسفة لجعلنا نبقى لهذا الوقت. أليس هذا بسبب أنك لا تحبينني كفاية؟ لماذا أردت لعب دور روميو؟ هذا بالطبع لأنني أردت أن أصير على وفاق أكثر معك يا إيساكو-سان. أشم رائحة كذبك. حين أتقرب منك يا إيساكو-سان يغضب كيا للغاية. إنه أمر ممتع. أنا متأكد أن مسألة عدم مقدرته على إيذائي تغضبه للغاية. ما الذي يفكر فيه هذا الشخص؟ إن هذا ممل. تعرضي للمراقبة من قبل جدي يومياً على مدار الأسبوع أمر عسير. هل تعيش مع جدك؟ أجل، منذ أن بدأت الدراسة في الثانوية. لم يقدر أبواي على التعامل معي، لذا وضعاني تحت رعاية جدي. بجدية، ما الذي فعلته؟ العديد من الأشياء. البقاء برفقتكما يساعدني على التخلص من الملل. يثير هذا الشخص غضبي. كل ما أردته هو عيش حياة الثانوية بطريقة مسالمة. ألا تظنين أنهما مناسبان لبعضهما؟ أقصد سيناجاكي وتانوكي. لكن سيناجاكي لديها أوتو، صحيح؟ بركة جهودكم، أراكم غدا. بركة جهودك. وأنت أيضا يا إيساكو-سان، بركة جهودك. نحن آخر من بقي. إذن بعد أن نتأكد من أغلاق النوافذ فلنغادر. أجل. إيساكو-سان، أنت حقا لست جيدة في التمثيل. أنا الآن أفضل مما كنت عليه عندما بدأت. حقا؟ لقد حصلت على ملاحظات دقيقة. أنظر إلى هذا، أمسك يده هكذا وأعطيه قبلة مقدسة. لا تضحك. أنا أسألك أن تغفري ليدي. ولفمي أيضاً.
أدائي كان أفضل من ميكيو، أليس كذلك؟ اعتقدت حقاً أنه سيقبلني. لماذا تتذكر حوار روميو؟ أردت لعب هذا الدور، لهذا أنا أتذكره. إذا كنت حقاً تريدين إنجاح عرض المهرجان الثقافي، فأنا سأبذل كل جهد لكي لا أكون عائقاً في تحقيق هذا. لو كان قبلني حقاً قبل قليل، فماذا كنت سأفعل؟ ماذا أرى؟ نسيت هاتفي وعندما عدت لأخذها، وها أنا أرى. أقاطعتكما يا ترى؟